تعتبر البنوك من أهم أعمدة أي اقتصاد وطني، وتلعب دور هام في تمويل الاستثمارات الخاصة ومشاريع القطاع العام. البنوك مطالب، البنوك هي الماستر للعملية الاقتصادية، لأن هي اللي بتقدم التسهيلات والقروض. البنوك في حال تقديم قروض وتسهيلات والأخذ بدرجات مخاطرة معقولة وآمنة، سيساهم في تسريع عجلة الاقتصاد والمساهمة في تنمية الأوضاع الاقتصادية بشكل أفضل وتنمية دور القطاع الخاص. سألنا الناس كيف بيشوفوا دور البنوك في تنمية القطاع الخاص. في نوع من أنواع التزمت صار في البنوك، بيطلبوا شروط تعجيزية عشان يقدموا التسهيلات. يعني في تسهيلات كثير، يقدم تسهيلات ولكن مش بالشكل المطلوب. أي موظف قطاع خاص عشان يحصل على أي قرض الموضوع صعب جدا، بروح للبنك بيصطدم بمتطلبات كثيرة. أنا بروح أخذ قرض عشان مثلا أفتح مصلحة وأشتغل فيها، فبتروح على البنك بتقول لهم أنا بدي مصلحة بدكم إياها تمولوني مثلا. بطلب ضمانات تعجيزية أو ضمانات أكبر من حجمي عشان هو يقدم لي التسهيلات هاي وأنا ما بقدر عليها. ما بعد قرض إلا موظف حكومة يكون كفيل. يعني هناك تشدد من البنوك وباعتراف رسمي، يعني ليس يعني البنوك طبعا تنفي هذه التهمة، وهي ليست تهمة، يعني هي البنوك أنا بعتقد تدافع عن حقها، إنه أنا سأعطي التمويل لمن أعتقد أنه قادر على سداد هذا المال، وهي طبيعة عمل البنوك ولا أحد ينكرها هذا الشيء. ولكن بالجانب الآخر أنا بعتقد أنه كان في تشدد مبالغ فيه من قبل البنوك في منح هاي التسهيلات. والبنوك في حالة تشددها والأخذ بمخاطرة عالية في منح التسهيلات، هذا بيؤدي إلى إضعاف عجلة الاقتصاد الوطني، وبالتالي بيؤدي إلى عدم قدرة المستثمرين على تمويل مشاريعهم، وبالتالي عدم تطويرها، وبالتالي لا بالعكس قد يؤثر سلبا على نشاطهم إذا ما حصل ركود اقتصادي كما هو حاصل الآن، لأنهم سيقوموا بتسريح وإعادة تأهيل وإعادة تأهيل لمشاريعهم، وهذا يعني بالتالي تسريح عمال. ورغم الأزمة المالية التي خضت العالم وبنوكه، قفزت إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في الأردن إلى 20 مليار دينار في نهاية العام الماضي، بزيادة لا تقل عن 11% عن 2008. هذه الزيادة لم تترجم نفسها إلى تسهيلات للمواطنين وأصحاب الأعمال بحجة الأزمة الاقتصادية العالمية. السياسة النقدية اللي كان مطبقها الأردن سياسة جدا متحفظة، وبالتالي كان ليس من الممكن أنه يتكرر ما حدث في العالم لدينا. ولكن هو تخوف البنوك من تعثر بعض التسهيلات نتيجة نقص السيولة في السوق تسبب أو دفعها باتجاه التشدد في منح التسهيلات. التشدد في منح التسهيلات ساهم بإضعاف المشاريع وخصوصا الصغيرة والمتوسطة، يعني وهون إجا دور البنوك كان كابح للاستثمار في 2009 وأعتقد ب 2010 أيضا، يعني حالة مستمرة. إذن كيف ممكن أن تلعب البنوك دور أكثر إيجابية؟ هاي البنوك إذا رخت إيدها شوي وعطت تسهيلات للناس، الناس بلش تشتغل، تفتح مشاريع، تكبر مشاريعها، يبلش في شغل، في حركة في البلد. البنوك كلها تشددت واحتفظت في الفلوس في البنوك، ما حد استفاد منها، ما حد اشتغل فيها، وبالتالي الناس بحاجة إلى سيولة وباقساط ميسرة وعلى مدد طويلة مشان يرجع يتحرك عجلة الاقتصاد، تتحرك مشان الناس ترجع تشتري وتسوي وتقيم وتحط. إذا لم تتحرك البنوك ضمن شروط واتفاقيات تحمي حقوق البنك، أنا بعتقد رح نضل نعاني من حالة تباطؤ الاستثمار اللي أيضا تدعمها أو بتقويها الظروف الخارجية، من قابل عليها أن تسترخي. يعني الحال ليس صعب، هناك قطاعات قادرة على الإنتاجية ولديها فرص بأنها تأخذ التسهيلات وتسددها، ولا خوف على أموال البنوك ضمن شروط البنوك، ولكن بتساهل يعني أو بتبسيط الأمور إلى حد ما مع الراغبين بالاقتراض.